قال نقيب الإعلاميين حمد الكنيسي على هامش الندوة التي عقدها ممثل النقابات المهنية لمواجهة الإرهاب إنه آن الأوان لأن تقوم النقابات المهنية بدورها في مواجهة الإرهاب جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة والشرطة. أعتقد مما يحسب لوكالة أنباء الشرق الأوسط الدعوة لهذا المؤتمر، لأنه يعني آن الأوان بقى أن النقابات المهنية تقوم بدورها في مواجهة الإرهاب جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة والشرطة وجميع الوزارات والمؤسسات المختلفة. ما حدث ويحدث من الإرهاب والإرهابيين أعتقد يستدعي أن مصر بكل قواها تتحرك، بحيث كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن خلال 3 شهور ربما أقل ننهي تماما وجود الإرهاب في مصر.